السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيرا شرفت لي مركز سوجوكتان وسلامتين. وحرر هالكني إن أنا ذكوسو كبيو. موضوع الشري ما تغن هالكنا نكرو دارني. كاسي أو كوساب سنة فضيحات نقف في جبردي هوي الصومالية. إذا قرني سن أمال كيسي وريه عنك. مقال كاسي أو ما تغن أي قف كفر في أما صوبن دي أهري. أي أحد إن قبر لي رادو إن خطرة جامع عمر وكل يقف كستبا وقرنجو إن دول مبادل ما تقانا إذا لفت دي الشيء غنسي لكن مسكحية قف فرلي ما تقانا أوصانهين إن مكا عارتها بلاقان كيدا إن مقالك أساقها براها بلشدة ما تقانا سيوين يوقر دادكا سكر دوامي ما تقانا أغاها ليين إن داد با ما تقانا يدهي وحن إذا ما تقانا أمال كيسي يا أتكتي هرقيسة إن أي صوت مطو قاربا متقنا قاب قبيل حام يمتقنا يأبى بولين ومتقنا أي لحاين إن قبردي صفيو ولعبي ما ترى متقنا يكون عبتوا بناك تلا قاب عينك هسا أدي أو قبيل كسابسا يمتقنا مقاركي يأوفى فينهين ما كان نين بسيبو متقنا وجهض لي مقارك عسرة شجر ميديا سوين يمتقنا يؤهي سن مدد شري إلى حري إن قصدو حري إن سقط حي مركي متقنا إلوريت مركي ردا صفيو مقارك يدي ودب ولو ريغي لكن مقال كاس اساق ايه امال كيسي ايه دا كاما ايسان حالدين وكاا مستي تاسيا وحي كانت مركا ان مقال كي ومتقنا يسي شقيم وايوم مال بير وسي جاي واي هدي ايه ايه كاهد لهيدنا وان هو مقال كان ان متقنا ميلا بدان ان لغا اركي لها مركي احان كان انكاهد لينيه وحان نري هدي امال كيسي مقال كان وصح ويهو تشيرو أنا أقول لك أن أي بون إن أي كهلين. أي كهلين مقال كما تقول بون 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 arinta ay dhahayd ayuu ka hadlay waxaana uu sheegay in ninka amal ee la joogtay uu ahaa xaajigeeda isagana uu ku daray ba muqaalka wax yar ila daaw wala soo kale fikora bal soo kale istay waxad ka horanad ku waa yaa walaa wax badan فنسيا بين تودي كلا قرب يصير الله أكبر كبير نبغى والله كريستا شر سان ما كانوا هذا لو سان نور ده ساسي ساس وقف كعي قارن وحنا كم غلي مركات بيرانة يا محكمة كفرة مركات بيرانة بها يا محكمة كفرة أنا أكو قاتل أنا بكوز أنا كفرة وحاسة وحد يعني تأسي الله أكبر لا يبان كم غلي تذكر كانوا تذكر يا النقان ما وارون وحصاب حقار الجرانين أب مركي جوركي جود دم بيش ما تشوجين فرحان سما تشوجين سما تميرين تطب بيش يا جم حق وارن كوار هن ولا دين ده هاي اللي واحد دوت صاب بني كده أب بنت لبرتي موت شو تقول لي بس الفرع لا لا ما كافر أعوذ بالله أعوذ بالله بس تذكر دم بي ها أنت كفر هذه أنت سي أم أوي ما نمو قالك أسرع إيه دقة حيبقى وكه الله يو أيام تغنى وحكم ده إن هذا أي صوب بدطي وحلي رأي سكدركة ودكة ما تغنى سكدريو إن وكه الله إن اسمه بكي جبر أي لهات إن ما تغنى سير خلدر ومقالك أسرع إيه ما تغنى وعجب حي كده نبرها بالشدة يضد ما تغنى عدوة إن جعنته إن وقلي سيدا يدا إهنا ما تغنى فذي حدي برنامج كتمن قد جرن كرتا أمل وحكم موقتي مركي مثلا مقال كان السي داي الى حدا كلسوني ادو انه مثلا كان موقتي قف كاسي سمركي وحمانته وسميو قف سكر صون معاه انت بدل وكان حظي وهذا بدل جيري مثلا يو شيغيا لكن ما اسم كحدين شبه اسكا تري ان حدي اي هلاشينا وحي سو بندغتي عدنت هاد ان نينك اسغ اه اي لا جوجتي و يهي ان حاجيده ابهدنا او كو دري اينا ودا جوغان halka iyada ay wax ku dhamaatay marka iyada ay arintii la yiri waa fadhiixad laakiin dibka jira wuxuu yahay in hada loo soo dhigtay in qoysaska isnaa iyo waxyaabaha gaarka u ahaa in intii loo dhaco ma taqaan la faafinayo waxaan uga digaynaa qoysaska Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee waayeen dambe laga soo taagay in muqaal la duubo
muuqaalka aad duubto haddii taleefankaada xataa aad geliso waxaa loo yeelan karaa access ah in lala baxo wixii ku jira xogta ku jirta dhammaan. Keliya waa hal muuqaal oo lagu soo diro ama mataqaanaya link yar lagu yiraahdo ku dhuf halka iyada eh waxaasa helaysaay. Haddii aad dhahdo automatic qofka taleefankaada uu kula maamuli karaa wixii ku jiray oo xogna uu la bixi karaa. Marka waxaa habboon ka warran marka qofkii snap gashanayo amaba gashanayo muxuu ahaa TikTok ama meel la mid ah dhahayo waan ku keysanayaa muuqaalada dad naga arki maayaan. Sida dhaqsaha badan baa mataqaanaya loo jabsanayaa waan lala wareegi ceebtaadana bannaanka imaanaysaa. Marka inta ay taasi dhicin maanta ay kula gudboon tahay in arrimaha iyaga eh aada iska xalliso oo arrinta iyada aada meel iska saarto sawir xun iyo muuqaal xun innaba in aadan gashan telefoonkaada. Haddii aada gashato ogow markasta waxaa daris la tahay in fadeexad aada la kulanto. Kaaga daran qof marka uu caan uu yahay oo bulshadu ay aada u garanaysana uu ka saameyn badan yahay qofka aan la garanaynin. Hadda qofka aan aqoon badan aan loo lahayn muuqaalkiisa inta badan wax wadwadayo ama wax mataqaana isticmaalaya way yartahay, inkastoo baraha bulshada lagu arkayo laakiin way yaraanaysaa. Laakiin qofka marka uu yahay qof bulshada mataqaana laga yaqaanay oo ka dhex muuqday waxaa suurtagal ah qofka asaga eh ilbiriqsiga asaga inay intaasoo malyan in muuqaalka asagaha uu gaaro. Marka intii fadeexada intaa la eg intaysa kugu dhicin maanta ayaa mataqaana joogtaa, ka ilaali telefoonkaada wax xun oo dhammaan. Daawadayaal, waxaa intaasi aan kusoo koobayaa programkan isaga eh ama barnaamijkan ku eegeynay fadeexadii la waday muddadii shalay ilaa habeen hore laga faafinayay wariyihii caanka ahaa ee amaalkiisa. Haddayn kadib maanta waad arataan xaaladdu se isku bedeshay. Nabadgelyo. wallaahi wax badan oo berigii hore la jiri jirin baybka soo baxay. Baybka soo baxay tulaab maxaa ugu wacansaba maxaa ugu wacanaado adee waa dadka waa damiir ka xumaado aye runtii beentoodii kala garabaysid. Allahu akbar takbiir. Dad baan la karaystay shalaasaa annaka noo hadalo saa noo dheehan saasiya saas oo qofka cay qaarna waxba ka maqlay markhaati beenaale yo maxkamada ka furaan markhaati beenaale bahe yo maxkamada ka furaan oo lacag ku qaatan inaan beku أنا كفري وحاسي وحادي يعني تأسي الله أكبر كلا يبان كم رجل ضد كانوا ضد كيا إن غني ما وارون وحصاب بحقارة الجرانين أب مهركي جور كي جودن بيش ما تشوجين فرحان سما تشوجين سما تميرين ضد ما بيش يا جم حق وارن كوار هن ولا دين ده ما هيد لي واحد ضد صاب بني ده أب بنت وبرت موت إيش صار له بس فرا لا لا ما قال فرا أعوذ بالله أعوذ بالله بس ضد كذب ها بنت كفر